بس طريقه نقل هاي المواد بشاحنات مثل ما تفضلت حضرتك 136 شاحنه. نعم. هنا نتوقف يعني تعرف انه السيطرات موجوده وال صحيح صحيح. يعني القوات الامنيه منتشره، لاني نقل معدات بهذا الحجم وبالتريلات، هل ممكن انه لازم يكون هناك جهه مدعومه حتى تستطيع ان تعبر هاي المناطق الى المناطق اللي ذكرتها هاي المواد؟ اكيد هاي الجهه السياسيه هي جهه متسلطه وهي تعتبر نفسها اكبر من الدوله، وكثير من السيطرات هي اللي اساسا بها، وياها سيارات عسكريه مع هذه الشاحنات تمشي، السيطرات كلها خاضعه لهم، ما حد يقدر يقول لها السياره وين تروح وين تجون، هاي بالنسبه لهم. طيب. اما بالنسبه للسيطرات اقليم كردستان، هذا التاجر اللي اشتراها اشتراها بكتاب وبموافقه، وبعد دخولها خاصه اربيل احد ضواحي اربيل، وبعد علم حكومه اقليم، هاي المعلومه خلي الناس كلها تعرفها، تم حجزها من قبل حكومه الاقليم. تدخل السيد حيدر عبادي في هذا الموضوع وارسل وفود وتم يعني تصويرها وتم كتابه جميع القطع الغيار الموجوده، ولكن لماذا لم ترجع في ذاك الزمن؟ لان التاجر كان يطالب بالاموال اللي دفعها. يعني هذا الموضوع. حكومه الاقليم للامانه 6 سنوات لم تستخدمها، ما خلت هذا التاجر يبيع غير مكان، ما خلوا يستخدموا اي مصر، يعني بقت كامانه عند حكومه الاقليم وحافظت عليها، ولهذا رجعت بسلامه. وعندما وزاره النفط تشير ببيان تعاون حكومه الاقليم كان هذا القصد، وايضا السيد هيبه الحلبوسي عندما اشار بان الحكومه اشار بالتعاون، ولكن مع الاسف السيد محمد الشياع السوداني لمح الى الاقليم ولكن لم يذكر الحقيقه كامله، ولم يذكروا من هو السارق ومن هو اللي فكك ومن هو اللي باع.